حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه، وهذه حلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، اهلا ومرحبا بكم في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما نتناولها في برنامجنا برنامج الوسم. ونبدا من حيث السياسة اللي صارت حاليا هي الشغل الشاغل، ما بين رئيس وزراء جديد وما بين رئيس وزراء قديم راح الله وياه، ولكن القديم دعونا نتحدث قليلا عن القديم وماذا فعل في الآونة الأخيرة. في كل تجهيز لتجهيزات الدولة يتم صرف نثرية أو مبلغ من المال لتجديد الأثاث، لتجديد الكراسي، البناء، بس هو قصر، يعني قصر ومكتب، يعني شو تريد تسوي به؟ هو اصلا يمتلك من الفخامه شيء الكثير. زين، هو يمتلك من الفخامه مثل ما قلت الشيء الكثير، كل اللي موجود داخل مكتب رئيس الوزراء هو من اجود واحسن وارقى الانواع اللي موجوده بالسوق. يعني اذا مو من ايكيا فشوف مين مشتري مكتب رئيس وزراء. المحكمة الاتحادية تقرر وقف صرف مبلغ وقدره، استعدوا للرقم، 70 مليار دينار. فعلا قليل، 70 مليار دينار. لماذا؟ لأثاث مكتب رئيس الوزراء. ما كذب المعلق الشهير من قال هنا سأسكت قليلا، لا أنا هنا يراد أسكت ويراد أبكي ويراد أباوع ويراد نجيب الوضع ونحكي، يراد نسولف بالموضوع، يراد نقول يابا الله بالخير عليكم، 70 مليار للقنفات، للكراسي، لو المن، لو للمكتب، المن 70 مليار، لو هاي مكافأة نهاية الخدمة بعد ما خلصت وطلعت، بعد ما خلصت يا مصطفى الكاظم وهاي نهاية الخدمة تريدها 70 مليار. خلينا على بينة حتى كون صريح ويانا، نكون صرحاء معك، خلينا نتفق على انه مبلغ 70 مليار قليل بحقكم. المفروض انتوا يعني الارقام اللي تختلسوها، فد 3.7 تريليون، يعني فد 3.7 تريليون دينار عراقي، يعني مثلا فد احكي لي بالمليارات، بالدولار، مليارات الدولارات احكي لي، الدينار هذا قليل بحقكم. انت مو مال تبقون 70 مليار دينار، لا هاي قليله بحقكم. 70 مليار شو تسوون بيها؟ الاثاث مكلف، اصلا انتم طالعين بخساره من هذا الموضوع. يعني التخم قنفات بال 60 50 مليار دينار، هذا التخم، تبقى عندك كراسي، تبقى عندك مكتب، تبقى عندك هاي اللوحه اللي يخلوها قدام المكتب مال ينكتب عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تبقى عندك الاقلام، اليوم القلم وصل سعره 20 مليون، القلم غالي. أدعي عليكم لو شنو، أنا أردفت شغلة، يصير أدعي عليكم بالجو لو لا، يصير أقول لكم الله لا يوفقكم على هذا البوق والنهب اللي جاي تبوقون به. زين، هاي المبالغ اللي جاي تسرقوها بحجة أثاث لمكتب رئيس الوزراء، يا أخي مباشر وراكم حساب وكتاب، إذا مو بالدنيا بالآخرة. هسه المحكمة الاتحادية وقفت الصرف وشافت انه هذا الموضوع فعلا اكو خرق قانوني. زين، انا اقول انه كل هاي الاشياء هاي اللي طلعت بالاعلام، ال 3.7 مليار تريليون وال 70 مليار، هاي اللي طلعت للاعلام. المضموم شنو؟ خلف الكواليس شنو؟ وما الضرائب وما الجمارك وما غيرها وما الماليه؟ عم الله بالخير، العراق عباره عن فلوس تمشي على فلوس. بس هاي الفلوس من ياخذها؟ لا انت عزيزي المشاهد
ولا اني ولا الناس الفقراء. ياخذها السياسي، السياسي السبأ اللي يبوق، اللي ترز جيبه، اللي ترز جيبه فلوس. مصطفى الكاظمي انت ما اعرف شنو نحكي. يعني المشكله دائما دائما اكو منظمات مثلا تقول لك اخبار تطلع فت 500 مليار ما ادري ايش قد 550 مليار. زين منظمه لاخ طلعت قالت 551 مليار دولار ما ادري مليار دينار. عمي شنو هاي؟ ما ادري مليون الارقام قامت تساعدنا لغط الارقام. زين يعني بس نشوف رقمين او ثلاث ارقام وياهن 6 صفارة 9 16 صفر 200 صفر هيك قمنا نشوف. حتى دخنا احنا بالرياضيات واصلين الجدول الضرب اقوى شيء واصل الى مليون 1.6 صفارة. انا ما اتذكر لحقت على التريليون. كارثة عمي هاي كارثة. 70 مليار الله لا يوفقكم ان شاء الله. مو هذا الشعب كاتل الضيم؟ الناس تدفع بالعرباين بالشورجة من الصبح لليل على مود 15 20 الف لو 10000 دينار. الاطفال بالطرقات تمسح الجام وهم ما نخليهم يمسحون الجام. انا شغل الماسحات ونقول له وخر ما عندنا خده نطي شو نسوي يعني شو نسوي؟ لا ما عندنا خده يعني عندنا 5000 دينار يعني 10000 بالزايد. اي لان مال تطيب بالازدحام بالسيطره لا بعد وين يفتح ينفتح السايد زين وهي ال 5000 دينار تبقى بجيبه. فيا عزيزي المشاهد احب انه انبهك وانورك بمواضيع مهمه. اول واحد انا ما اعتبره بوري. هو يعني هو بالمصطلح الدارج احنا نقول بوري انضربنا ببوري. لا احنا ما نعتبره بوري لان احنا من البدايه قلنا انه هذا الشخص غير مناسب لقياده العراق اللي هو مصطفى الكاظمي. فاحنا قلنا من البدايه وحكينا لا وانتو واحنا وما اعرف شنو. بعدين انت عزيزي المشاهد والناس اللي كانت تثق انه راح يسوي شيء وعوا وشافوا انه ال 70 مليار ذني اثاث مال مكتب رئيس الوزراء. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وتعليقاتكم الذي كتبتوها او التي كتبتوها. نفس الشيء المحكمه الاتحاديه تصدر امرا ولائيا بايقاف صرف 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء. 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء، هذا الرقم اريدكم تحفظوه زين. باكر عقبه بعد ما هو طلع بعد ما يطلع من رئيس الوزراء لابد انه يطلع بقناه او يصرح في مكان معين واني سويت وانا عملت. اريدكم تذكروه بهذا الرقم اخوتي اخوتي لا تقصرون لان انا تعبت من قد ما ذكرت به. زين تعبت نفسيا تعبت جسديا تعبت ماليا تعبت يوميا اروح واجي على مود. بس اقول لكم يابا ترى 70 مليار هاي لا حد ينساها. باكر عقبه من يطلع محلل سياسي هو لو يطلع يحلل لو يطلع كرئيس وزراء سابق او اسبق وين ما يمر بينا الزمن ذكروا بهاي 70 مليار اثاث مكتبي. ولك ايش مشتري؟ دوله مشتري وجايبها وحاطها ايش مشتري؟ غير نفتهم 70 مليار على تخم قنفات وكراسي ومكتب. بس تحكي تحكي تقول مكافأة نهاية الخدمة احكي خلينا نعرف. التعليقات يقول زياد طارق رت اقول يقول بس هي بعد شفصت يعني بالجو. يقول خطية غير هاي مكافأة نهاية الخدمة. خطية يقول هاي مكافأة نهاية الخدمة. والويلات يريدون منين الصرف؟ منو بعد يدفع؟ يصدق منو بعد يدفع؟ هو بعد قال لك اني طالع طالع حمل وشيل. حسين يقول هاي مكافأة نهاية الخدمة صار لسنتين يضحك على ذقون الشعب وهو لا يصلح لإدارة شارع واحد من شوارع بغداد. اي عافية حسين والله الله حسين عاش ايدك. علاء يقول اللي ما يعرف ملات شنو ذني السبعين مليار ذني مال شراء أثاث لمكتب رئيس الوزراء وتدللون. يلا على قولة مهدي المشجع هي خربانة خربانة. يلا قيس يقول 70 مليار لمكتب رئيس الوزراء والمدارس كتب ورحلات ماكو. الله ينتقم منكم. هكذا يقول
قيس السلطاني، مبين قيس السلطاني مدرس، مبين من أناقته، من ربطته، من نظارته، مبين مدرس، مبين يعمل في السلك التربوي، لأنه أول موضوع أجا خطر على باله هو الكتب والرحلات الماكو، والتعليم، التعليم الصحيح هو اللي يصعد الناس وتصير يا أما هنا يا أما هنا. محمد إبراهيم آخر تعليق يقول: حكومة الأخطبوط لأن كل مفاصلها غارقة بالفساد. حكومة هاي خوش مفردة. بنهاية حكومة الأخطبوط ننهي خبرنا الأول اللي هو 70 مليار دينار عراقي، وهو حجم المبلغ المالي الذي طلبه مصطفى الكاظمي لتجديد أو لشراء أثاث جديد لمكتب رئيس الوزراء. 70 مليار لحد ينساهن، أهم شيء ذن 70 مليار. وأنا أعتقد أنه المواطن العراقي ما ينسى كالتالي، هاي خلوها ببالكم. خبرنا الثاني أو موضوعنا الثاني، التعليم بالعراق أو في كافة الدول واحد من أهم مفاصل الحياة، واحد من أهم القواعد اللي يرتكز عليها البلد وأي بلد بالعالم هو التعليم، أساس التعليم. اليابان، كوريا، الصين، غيرها من الدول المتقدمة والمتطورة، التعليم. وإحنا علمنا الناس في مدرسة حكومية. بالمناسبة أنا ما لي علاقة بشخصه ولا لي علاقة بما يقدم من فن ولا لي علاقة بروحته. ممكن راح على مود يشوف عنده هو، ممكن يكون هو ولي أمر طالب، ممكن يكون هو راح يسأل على نتيجة طالب يخصه، وما عندي أي مانع أنه يوقف مع الطلاب، يوقف بالاصطفاف يسلم على الطلاب، عم ياخذون ويا صور، ما عندي اي مانع، هو بشر واحنا بشر وهاي تصير الحالات بالمدارس. بس مال يعلم الطلاب على الهز والرقص المبتذل، لا، هنا اوقف واحكي وادخل بعين اكبر واحد. سعدون الساعدي مطرب شعبي يقدم فن هابط مو هابط، زين مو زين، ما لنا اي علاقه الى مستمعي ولا ذائقته والى الناس اللي ما تسمعه وما تتذوقه، ما لي علاقه بي. واكرر، ما لي علاقه بشخصه ابدا. وهمي انا وروحت المدرسه ووقفت مع الطلاب، ما لي علاقه بيه. بس مال مشتغل اغاني ونشيد وما اعرف شنو، وهو يقعد يهز ويرقص وهاي الرقص مالته المبتذل، والطلاب مدرسة بنات وابتدائية مدري متوسطة، يعني أعمار صغيرة. باكر عقبة إذا شافن هذا المثل الأعلى شي طلعن بالمستقبل، يا أولياء أمورنا ال- 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 أهلنا وناسنا، المفروض أنتوا أول الناس توقفون ضد هاي الظاهرة. يا مدير المدرسة أو مديرة المدرسة، يا سعدون نفسك أنت، شلون انت تقبل على نفسك قدام بنات طالبات بالابتدائية او بالمتوسطة تقعد تهز وترقص وهذا الرقص المبتذل؟ يا اخي هسه انت جيت حضرت سلمت على الطالبات، سلمت على، ما بيها مشكلة، جيت انت حسب ما قلت بتصريحك انت جايب بنت اختك او ابن اخوك، بس مو تقعد تسوي هاي مالاتك بالمدرسة. المدرسة لحرمتها يا اخي. مديرة المدرسة أو مدير المدرسة اللي سمح لك إنه تسوي، ما أقول سمح لك يدخل، بس لاحظوا أعيد وأكرر حتى ما حد يطلع لي بالتعليقات أو ما حد يطلع لي والله ما أدري شنو، بشر، كل الاحترام لشخصه ولما يقدمه من فن ولحضوره للمدرسة، ما لي أي علاقة به. سلم على الطلاب، يوقف يم الإدارة، يوقف بالاصطفاف، ما لي أي علاقة. لي علاقة بشغلة واحدة، هذا الرقص المبتذل ما كان مو المدرسة،
شوية وعي خلي يكون عندنا، مكانه مو المدرسة ولا المدرسة الابتدائية. من نتعصب بالجو والمشاهد يشوفنا بهذه الحالة، إذا أنتم لازم تعرفون وتقدرون أنه إحنا في مرحلة وصلنا ما نقدر نتحمل بعد هيك أشياء. إحنا نعتكز على هاي الشريحة الصغار بالعمر، هاي الفئات العمرية بالطلبة، حتى يصعدون بالمستقبل ويحققون شيء للبلد. أنا مو يصعد لي شايف لي رقصات سعدون غمض عينه وسوالي هيك لولو ما أدري شلون قام يهز ويرقص، هذا الشيء غلط. ويا سعدون أنت نفسك، هذا الشيء غلط يا حبيبي. أنت حسب ما تقول أنا ساعد الناس وراح أتبرع للمدرسة، جزاك الله خيرا، عاشت إيدك وأشد على إيدك وبارك الله بك، بس هذا الرقص هذا مو مكان المدرسة، وخاصة الرقص لا هو الرقص ما هو بكل الحالات غلط، بس خاصة هاي الحركات يا حبيبي هاي مكانها مو المدرسة. على العموم خبرنا يقول وزير التربية وجه بفتح تحقيق بحادثة وجود المطرب سعدون الساعدي في المدرسة. وزير التربية يوجه بالتحقيق بحادثة وجود المطرب سعدون الساعدي في بمدرسة زهرة المدائن. هذا هو اللي نحكي عليه احنا اللي نرفضه. زياد يقول الوزير بس يوجه تحقيق، ما شفنا شيء ملموس، هو قضاها علي هذا الوزير بس يوجه بفتح تحقيقات، حققوا يا فلان شكل اللجنة، ان باقت فلوس شكل اللجنة، كتب ماكو عم شنو الله بالخير عليك، وزارتي ايش انتو اصلا؟ هسه بالله خلينا نعوف على سعدون على صفحة، انتو وزارتي ايش انتو؟ طب لا رحلات ماكو للطلاب، كتب ماكو مدرسية، شنو؟ انت مكيف صاير وزير؟ كيف فاتح تحقيق؟ انا هم احكي عليك والومك بنفس الوقت، شغلتك بس تفتح عاقب، والله تقدر تعاقب؟ تقدر تعاقب المدير او المدير اللي سمح بهذا الابتذال لو لا؟ ما تقدر. خلاص لا تفتح تحقيق، على العموم بلكت احنا نشوف شيء ملموس. عباس يقول يا ابو والله تعبنا، عباس يقول جميعنا ننتقد تواجد المطرب الشعبي سعدون داخل ساحة مدرسة تحتفل ببدء العام الدراسي الجديد، لكن جميعنا لم ننتقد واقع المدارس المزري بلا حمامات بلا مغاسل وبلا إنارة وبلا تبريد ولا تهوية وبلا مناهج دراسية وبلا دفاتر وقرطاسية. من نقاط عددهن عباس. صفاء يقول والله فصل من الوظيفة لكادر المدرسة كله غير هالعقوبة مجاملة. غزوان يقول خلي يشوفوا المدارس قبل لا يفتح تحقيق. اكو كتب دفاتر اقلام رحلات هالمدارس صالحة للتدريس، خلي يشوف الكوادر، خلي يحاسب نفسه قبل لا يحاسب الناس. اما ما يخص المديرة فهو عام دراسي جديد وحبة تشارك الطلاب افراحهم، لا 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 لا، على الاقل تحببهم بالمدرسة، لا مو هيك نحببهم بالمدرسة وتخلق اجواء سعادة لو حتى على فرحتنا قمت تحاسبونه لك الله. لا حبيبي شوف خلي اوضح لك شغله، انت تقدر تحبب الطلاب بالمدرسه من خلال الاشياء الجميله اللي تخليها بالصف بالمدرسه، من خلال الرحلات السياحيه الاسبوعيه او الشهريه، توديهم لمعالم بغداد، توديهم للزيارات، توديهم لأماكن حلوة لتراث البلد، توديهم للمتنبي، توديهم لسور بغداد، توديهم العقرقوع، وين ما تريد البابل، وين ما تريد توديهم، هاي اللي تحبب الناس الطلاب بالمدرسة، مو الرقص مال سعدون المبتذل علي وما أعرف شنو، مو هذا. إبراهيم يقول تخيل أنت عام دراسي يبدي بالبروفيسور سعدون الساعدي، شنو من عام وشنو من جيل. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع، ألا وهو موضوع سعدون الساعدي، الموضوع اللي أشغل الرأي العام وكانت الناس تنتقد الموضوع بشدة، وإحنا بدورنا نوجه رسالة لسعدون. أولا سعدون ما عندنا اعتراض، مثل ما ذكرت ألف مرة ما عندنا اعتراض على شخصك على فنك على أسلوبك، وين ما تريد شو تريد سوي 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 باليوتيوب، أكو ناس تدق اليوتيوب تكتب باليوتيوب سعدون الساعدي تطلع لها تشوفك، ما إلي علاقة،
تسويه بالاعراس والمناسبات اكو ناس هي تروح لك، الناس هي رايحه برجليها لك، بس ما تجي انت برجليك للطالبات او الطلاب الصغار وتسوي هذا الشيء بالمدرسه، لا حبيبي هذا ممنوع، واتمنى تراجع نفسك. وبخصوص المديره او المدير اللي سمع بهذا الشيء، انت مال يلا وتمام، وانت ما قدرت تقود مدرسه شيء شط. على العموم هذا كان موضوعنا الثاني. اما موضوعنا الثالث والاخير في فقره فيس تو فيس، احيانا تكون الاشغال متعدده. مثلا في كربلاء التطور اصبح يضاهي الدول المتقدمه، التطور العمراني، الشوارع، السكن، البنية التحتية، الزراعة، الصناعة والطيران. يعني مثلا حاليا بصدد افتتاح مطار كربلاء الدولي، واحد من أكبر المطارات ومن أجمل المطارات في كربلاء. أيضا مصفى كربلاء اللي جاي تبني العتبة، أيضا بالصحراء الزرع، كل هذا العتبة. شفنا صور في بغداد، او ما شفنا صور، دائما بنفوت من ساحه التحرير بالاونه الاخيره نشوف بيها تجديد، نشوف بيها جاي يشتغلون. يا ابا يا الله، وانا كل ظني عبالي الدوله البلديه، امانه بغداد، امانه العاصمه، الحكومه، كل ظني انا هذا الشيء. البارحه شفنا الصور، تم افتتاح ساحه التحرير بحلتها الجديده وحديقه الامه. طلع ورا هذا الموضوع منه؟ لا دولة، لا أمانة بغداد، لا العتبة الحسينية وكوادر العتبة الهندسية طلعت هي وراء هذا الموضوع. الدولة كل شيء ما سوت، العتبة الحسينية. وراح تشوفون بالصور شلون الشغل حلو. عمي والله ما أدري شو أقول لكم، تردون رئيس وزراء روح جيبوا من العتبة، تردون مهندسين روح جيبوا من العتبة، تردون نواب روح جيبوا من العتبة. ناس تخاف الله، ناس تمشي على طريق الحسين عليه السلام، ما يظلمون أحد ويخلون وينطون الكل في حق حقه. خلوا تجيبوا ناس من العتبة تشتغل على هذا المصفى اللي جاي يشوفه بالفيديوهات، على هذا المطار، على الشوارع الكربلاء النظيفة، على التطور الكبير بكربلاء، على الزراعة الموجودة في كربلاء. عمي جيبوا العتبة، خلي هي تشتغل، خليها تلزم البلد، تلزم الحكومة أقلها. ومثل ما قلت لكم ما راح تظلم أحد. خلينا نشوف الصور اللي انتشرت لساحة التحرير وحديقة الأمة يوم أمس. هذه صورة لساحة التحرير، شوفوا الجمال، شوفوا الشغل الحلو الجديد. وأيضا هذه الصورة لحديقة الأمة، شوف الشغل، أكو شغل حلو، اكو شغل حلو، باوع، تفرج، تفضل، شوف الشغلات الحلوه، المصاطب شلون حلوه ومودرن وجديده، شوف النافورات، شوف هذا الشغل الحلو. زين بنفس الوقت شوف حتى قعده الناس شلون حلوه، عبالك هاي البقعه صارت مو من بغداد، والباقي من بغداد. هسه عندك هاي التيوله والوايرات، هاي من بغداد. زين شوف لهاي، عبالك يعني انت قاعد بلد اوروبي، قاعد بمكان حلو. هذا الشغل يا اهل الشغل، هذا الشغل ترى، هذا الشغل اللي ممكن تشتغلوه انتو. شوف الاشجار، الزراعه، شوف هنا اشكال الورد موجود. واتمنى من الناس اللي راح تجي لهاي الحديقه امنيه، يا اخوي يا حبيبي يا تاج راسي، هذا المكان مكانك، انت تقعد بيه اليوم يجي اخوك بعدك يقعد بيه. اتمنى من عندك تحافظ عليه. اكو اماكن مخصصه للنفايات مثل ما تشوف. زين اكو اماكن مخصصه للنفايات، واتمنى تصير اكو متابعه لهذا الموضوع. مثلا يجيك واحد يبقى نايم، يجيك السكران ما اعرف شو يسوي، اتمنى اكو قوه امنيه تديم هذا المكان، بالاضافه الى من الامانه اكو ناس لازم تبقى لادامه المكان بتنظيفه وغسله ودائما والاعتناء به. زين بس اتمنى انه هذا المكان يتم الحفاظ عليه من قبل
القوات الامنيه تخلي لك في دوريتين متخصصه حتى تجي العوائل تجي تتنزه بهذا المكان اللي تعبان. مثل ما تعرفون ساحه التحرير نقطه في بغداد مهمه، اللي تعبان منها يجي له شويه يقعد له هنا يسترخي بين ما يرجع يكمل شغله، مكان حلو، ينتظر السياره، ينتظر تاكسي، ينتظر كوستر، ينتظر صاحبه يجي يقعد بهذا المكان حلو. شغلتين، النظافه والادامه، وذول اللي ينامون على الرصيف وعلى السكاره اتمنى يمنعون من هذا المكان، اتمنى امنيه لان المكان حلو. نشوف التعليقات ماذا كانت. يقول منتظر: شكرا للعتبة الحسيني على هذا العمل والدقه والانجاز والسرعه. صدق صدق، تدري انا قبل شهر ما ادري ايش جيت فتت من هناك شفتهم جاي يشتغلون بي، البارحه شفت الصور هذا لو مطيل الدوله كان صار ب 70 مليار دينار واربع سنوات لو خمسه. مصطفى يقول: شغل العتبة الحسينية بارك الله بيهم. أما سجاد يقول: شغل العتبات المقدسة، شكرا للسيد الأب الإمام السيستاني، شكرا للسيد الصافي النجفي، شكرا للشيخ عبد المهدي الكربلائي. بهاء يقول: شكرا لجهود العتبة الحسينية ونتمنى منهم نظرة بسيطة للمدارس لأن الحال يرثى له الوضع صاير كرفانات. الناس قامت تناشد العتبة ما تناشد الدولة، تناشد العتبات المقدسة، يقول لهم يابا شو، وأنا متأكد العتبات حاليا هم جاي يبنون مدارس على حسابهم وجاي يسوون ويشتغلون، وأتمنى كوادرهم هي تلزم هذا الموضوع. أول مرة أشوف ناس بالعراق تشتغل صح، أول مرة تشتغل صح. حمود يقول: شكرا للعتبة الحسينية، لو على أمانة كانت صرفت عليها مليارات. هذا آخر تعليق عندنا بهذا الموضوع، ألا وهو موضوع تجديد ساحة التحرير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة الترند تيوب. الفيديوهات، انتشر فيديو باليومين اللي مضن بالسويد، الشرطة السويدية تسحب بالقوة طفلة من إيد أمها، طفلة عراقية من إيد أمها العراقية، وما عرفنا شنو كان السبب. خلينا نشوف الفيديو نرجع نسولف. هذا ما نجنيه من بلاد الإنسانية، من بلاد الرحمة، من بلاد التي لا يخطأ بها أحد. هذا ما نجنيه، السحب بالقوة، سحب طفلة من حضن أمها. ما نعرف شنو السبب، لحد الان ماكو اي بيان او خبر ياكد لنا شنو سبب سحب الطفله، لكن المنظر بشع، المنظر مريب. بس انا اقول انه البهذله ببلدك احسن الف مره من البهذله برا، البهذله ببلدك احسن الف مره من البهذله برا. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. يقول او تقول من صاحب المقولة ياسر، يقول: هاي حرية الغرب، عبالكم بس دق ورقص عبرتوا البحر خاطرتوا باطفالكم ونفسكم واعراضكم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله الفيديو يقطع القلب، فعلا الفيديو يقطع القلب. مذهلة البحر تقول: ما ياخذون الطفل هيتشي، هي كاتبه هيتشي، انا اقول هيتشي، الا اذا اكو سبب، اذا ماكو اعتناء بالطفل او تعرض الطفل الى تعذيب وضرب. والله شو الطفل ما عليه اثار، الطفله ما عليها اثار تعذيب او ضرب، زين. اما الاعتناء يعني مثلا شنو يعتنون بي، يعني مثلا شنو الاعتناء بي، يعني ايش لابس ملابس وجاي ياكل ويشرب الطفل حالته ما بيها شيء، بعد ما نعرف شنو السبب. علي يقول: لا توجد في العالم مثل رحمة المسلم على المسلم، سبحان من جعل في قلوب المسلمين الرحمة، أما الذي يقول أين الرحمة فقد ضاعت في قلوبنا، تأكد إن الله يقول: إنا هديناه السبيل أما شاكرا وأما كفورا. تعليق من حسين البدري يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن شحوا علي كرام، طبعا المجتمع مختلف والحياة أيضا مختلفة،
الغرب مهما يكون تحكم قوانين غريبة وصعبة علينا انه نتقبلها. التور بيست او اتور بيست، شنو هذا الاسم؟ يعني اذا هو الثور يدل على نفسه المفروض اكو حرف اتش، التور عطور، شنو هذا الاسم؟ ما اعرف والله. يقول لا يسحب الطفل من الاهل الا اذا ثبتوا بالادله القاطعه ان تعامل الام مع الطفل كان بعنف او همجيه او اهمال تام، كاعطاء الممنوعات للطفل، وجود كدمات على الجسم وغيرها من الادله. نحن لحد الان لم نتاكد من السبب الحقيقي وراء هذا الموضوع، ولكن ندعو السفارة العراقية في السويد لمتابعة الموضوع والتحقيق في هذا الموضوع وإرجاع الطفلة إلى حضن أهلها وأمها التي ظهرت بالفيديو الذي يكسر القلب وهي تبكي بسبب ما فعله الشرطي بالقوة من سحب الطفل. هذا الموضوع لازم ما يمر مرور الكرام. أتمنى من السفارة السويدية العراقية في السويد تتابع الموضوع وتتابع تفاصيله، لأنه هذا الفيديو يقطع القلب مثل ما نقول بالمصطلح الدارج. هذا كان أول فيديو عندنا في فقرة الترند تيوب. الفيديو الثاني، الفيديو المعتاد، الفيديو الذي دائما ما يتكرر، العراق، ما بين المرور وصاحب العجلة، لنشاهد. لنشاهد الفيديو يا نورس. جيب له جفوف بعد ونظل نتعارك تعارك، واحد يتعارك ويا الاخ. الشرطة مكبرين دماغهم والشعب مكبر دماغه. الشرطة ما تحترم الشعب والشعب ما يحترم الشرطة. بعد هسه مرحلة البوكسات، باكر عقب بوكسات وشلاليق، وراها بعد بين المرور والسيارة تصير بالاسلحة. بالاسلحة. نيشن عليه وضربه. عمي دنيا حارة وتعبانين وكاتلنا الضيم وشابعنا القهر والحكومة ماكو و70 مليار باقن و3.7 تريليون باقن، وهاي الطفلة مهم كل هذا كل هاي الضيم الشايفينه، وجايين هسه نتعارك. والله سجل لي مخالفة، ما سجلت لي مخالفة. بالمناسبة حرية التصوير موجودة لتوثيق أي شيء، فأنت مو من واجبك تمنع من التصوير، بس من حقك ممكن ما يظهر وجهك، إي أوكي، إي بس ممكن هو يوثق، ما لا تعتدي عليه. وأنت الثاني اللي جاي يصور، جاي مخلي تليفونك وتستفز بيه، ها أنت شنو؟ ما تغرمني وتغرم ذاك؟ عمي الله بالخير عليكم، ترى والله ما بينا حيل، كافي شوي اهدوا، اهدوا. هاي ترى المواضيع ما بينا حيل، الله شاهد ورقيب. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة. زياد متي يقول نسبة كبيرة من رجال الأمن والمرور بكل صنوفهم بحاجة ماسة إلى تدريبات مكثفة في ضبط النفس وعدم التجاوز اللفظي والبدني على المواطنين، أما بخصوص التصوير فيجب أن يكون من حق كل مواطن توثيق مثل هذه الحالات بالفيديو ليتسنى له الدفاع عن نفسه. هؤلاء ليسوا متطوعين بل موظفين يتقاضون رواتبا من الدولة. محمد يقول رجل الدولة له قوانين تضمن حقه ولا داعي للتهديد، سجل الغرامة بدون أن تبرز عضلاتك، بالمقابل يجب احترام القانون من قبل الطرفين وخاصة رجل الدولة قبل المواطن. يقول ستار يقول يجب أن يعاقب المرور كون المرور موظف في خدمة ومن واجباته تحمل المواطن وعدم الرد والتهجم بهذا الأسلوب. يجب أن يتعامل بالقانون ووفق المعطيات والإجراءات القانونية
ليس هناك حق وقانون يجيز تجاوز على المواطن. هذا كان رأيه. مصطفى يقول احترام رجل المرور، إذا يطبق القانون واجب شرط أن لا يستغل سلطته بذلك، تنفيذ أوامر شرطي المرور من أجل سلامتك وسلامة الآخرين. وهو كذلك يجب أن يكون تنفيذ بس هي يعني والله يا من تحكي والله ما ندري يا أخي كارثة يا من تحكي. يعني أنا مثل ما قلت لكم هذا مكبر رأسه على هذا وهذا ما يرد، عمي والله كافي تعبنا والله ما بينا حيل بعد، شبعنا قهر شبعنا ضيم يومي يومي. على العموم الفيديو الثالث في هذه الفقرة، طبعا أنا هذا البيت شايفه قبل فيديو وهم جو دقو وجو ضربوا علي طابوق وجو تعاركوا، يقال إنه بيت لصحفي لصحفي، وهذا الفيديو الجديد هو أثناء الاعتداء عليه من جديد، ولكن في المرة السابقة كان بتفرج الشرطة والهجوم على المنزل، الآن الشرطة موجودين ويكمشون بهم ويرمون بالجو وهم يتهجمون على المنزل. خلينا نشوف الفيديو. أريد نفتهم الموضوع، هذا البيت أنا شايفه قبل فترة هم طلعنا فيديو بإحدى الحلقات، هذا التصوير هاي الكاميرا هذا هاي الحديقة هذا الباب هذا الباب ماكو الطرمة هاي ما أدري شو يصحوا له، وهم كانت الشرطة والنجدة جوي. هذا البيت في منطقة الغدير حسب ما موجود، ويقال إنه تابع لأحد الصحفيين، هذا الصحفي شو مسوي؟ يومية جايين داقي، يومية جاي الناس يهجمون على بيته، هسه هذا الشرطي موجود وراح يرمي له طلقتين بالجو ما راح يرجعون، الشرطي يرمي بالجو هم واقفين يا اما بالطابوق لو بالرمي، عمي غابه هيته كل من اله، ترى تعبنا والله يوميا نشوف هاي الفيديوهات. هسه اريد نعرف هسه انا كمواطن عراقي بعيدا عن العمل، اريد اعرف هذا شو يشتغل هذا الشخص صاحب المنزل، يوميا يجون عليه يدقوه، يوميا يجون عليه يضربون بيته، وهذا التصوير انا حافظه من قبل اربع حلقات او خمسه قبل شهر تقريبا، اظهرنا هيك فيديو باحدى الحلقات، فيديو مشابه يعني لعمليه نعم كان التصوير في المساء بهذا حتى بوقت انتقدنا الشرطه قلنا يا بالشرطه شو وقت تتدخل، الشرطه شو وقت تحكي، بس ما نعرف هسه شو وقت يطلع ان هسه الشرطه دخلت عدوا قاموا يرمون. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت، بلكت واحد يدلينا على الموضوع يحكي لنا التفاصيل زين، بلكت واحد يعرف. مهند يقول يعني صدق الشرطه واقفه والناس تتجاوز، ايش وقت واحد يحس بامان اذا عناصر حمايه الشعب واقفين متفرجين، هذا العمل تعدي وبالاجدر اعتقالهم فورا. اسماعيل يقول قسما بالله العظيم اذا يصوبون اثنين ثلاثه فلا تتكرر هاي الشغلات بربك، نقيب ما عنده صلاحيه يرمي. اقول لك يا مو هيتي يصوب الاثنين ثلاثه، القي القبض عليهم وحاسبهم بالقانون، انت قاعد تصوبهم. بسمه تقول وين الاصوات اللي تنادي بالوطنيه وهيبه الدوله والدستور والقضاء العادل؟ وين لساناتكم لو بس تستقون؟ تستقون شو تستقون يعني؟ خاف قصدش تستقون قصدش تستقون تلقون تستقون تستقون على الفقير مو؟ انا راح اكلب بيها. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني بسمه بس هاي مال تستقون تستقون شوي يعني حاولي يعني تلقينا غير مفردة تستخدميها لأن صارت عركة بحلقي. أبو حسام يقول المشكلة الشرطي المسكين لا يقدر يطبق القانون وياهم ولا يقدر يعوفهم ويروح مثل البلاع الموس. إلى الله لا يقدر يطبق القانون ولا يقدر يعوفهم براحتهم. والله صحيح لا يقدر يسوي عليك الشرطة يحجز. آخر تعليق أحمد جميل يقول الشرطي إذا كسر له رجل واحد يبتلي وإذا ظل ساكت ينسجن،
لعدم تطبيقه القانون، وهذا سببه أو سببها وهذا سببها غياب القائد وقوة القانون يطبق على الفقير. الفقير مثل ما قلنا يا أخوي إلى الله سبحانه وتعالى. الفقير هسه يطلع هذا الصحفي فقير، والله ما ادري هسه يوميا جايين داقين بيته، ويوميا هاي الفيديوهات اللي نطلع، حتى انا تعبت عمر، انا راح اغير البرنامج من ورا هاي الامور، تعبت والله، قمت اشوف اشياء تعبت نفسيتي. ما الواحد يسوي له برنامج يلتقي بالفنانين، لا رياضا بيها مشاكل، ما الواحد ها كلاسيكو ذكرتني بي، ولا تخليني احكي على ريال مدريد بالجو والناس تغلط علي بالتعليقات، انا اكره ريال مدريد، وكريم بنزيما انا اكرهك، لا ما اكره بشر بس ما احبك، والكره الذهبيه هاي اخذتها هيك هيك على يعني والله ما ندري شلون. زين، على العموم مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه، اقول لكم في امان الله.